السلام عليكم دكتور. الحمد لله على شيء الربح. مرة أخرى زوز بلاش كأنها معناتها المفروض ديما التعاون. الحمد لله أمس كنا معناتها همية ثلاث نقاط أهمية معناتها الربح في أول جولة. الفريق النفسي كان جيد بصراحة خاصة في الشوط الأول. عرفنا في الشوط الثاني كيفاش ناخذ كيفاش نصلحوا أخطائنا. الحمد لله نجحنا وسجلنا زوز أهداف اللي خلتنا نخرج بنتيجة المباراة. كانت مباراة مفتوحة بصراحة. مهم جدا ان نشوف معناتها ما بين النجم والترجي التونسي مازالوا يتلاقوا مع بعض على خاطر اننا ديما موجودين معناتها ماهوش في الطريق باش يمكن عاد نشوفوه بعد اربع ولا خمس سنين. الفريق هذا مازلنا باش نلعبوا معاه زوج ماتشات في البطوله مازلنا باش نلعبوا معاه مباريات اخرى ما تعرفش النجم يكون في نهائي اخر. الحمد لله المهم اهم حاجه اللي كانت مباراه جيده وكانت فيها برشا فرص في الجيل الثاني. باهي الكره بتاعنا ونمروا بالفرق بتاعنا اللي قاعد تحسن من ناحيه كيف نجم معاهم حاجه باهيه والمدربين كيف عماد ما شاء الله عمل ماتش باهي في الشوط الاول لكن الحمد لله عرفنا الشوط الثاني نرجع نقول لك المهم ثلاث نقاط مهمه اللي هنا باش نواصلوا بها ونركزوا بها بدايه جيده ومازال عندنا مباراه جايه مع الهلال ان شاء الله هذول اللي بدينا ان شاء الله. مبروك انتصار كورتش. انا تبدا من يدي تبدي في هو الشوط الاول تقريبا كورتش فما برشا مقابلات تراجي سالوا نفس الشوط الاول كامل ليش ما جاوب مع الشاطر يكون مش مجهود بعد صار في الميتون وجه الاخر وجه مضايق دونك وشفنا في الميتون ميتون حكم تغيير وحيد صار خاف تبدو من حمودة لكن يتصلح على مستوى الهجوم حسينا فضل في بس كيف من مش حد صار حد صار حاوز بديل في الميتون شيء كان يسلم في صار حاوز بديل. شوف اول شيء ما شكرش للرأي اللي ضيعت الشوط بالعكس فريق منافس كان جيد خلقنا فرص هو خلق فرص وقت ايش يولي غير جيد وقت اللي احنا ما نخبوش فرص وقت اللي ما نعمل هاد شيء جبنا فرصه نتاع سوا نصبر معناتها كنا نجم نسجل الفريق منافس هذا كان نجم نسجل وكي تقول لي فما كونفاسيون باهي بوزيسيون باهي باش نطور ما نقولوش احنا خايبين علاش ما نكونوش منافس كان جيد كان فما معناتها معناتها لعبه باهيه برشا صراحه طلعوا علينا الفوق معناتها خلونا معناتها في مشاكل وانا اعتقد تضيع الكرة احنا حضرنا حاجه مش لازم نقول لك عليها باش تطلع الكرة ما صار لنا حتى شيء في الشوط الاول خاصه لان المنافس جبرنا باش يطلع بزوز اكسونتري علينا احنا معناتها في العالي كنا نجم نصلحوا هذا اللي صلحناه في الشوط الثاني طاح زكريا مع نشوف بدنا نخرجوا في الكرة بدنا نعرف باش نلعب جوتنا كرة باهيين الشوط الاول بالنسبه لسو خرج لانه حس بوجيع معناتها مش معناتها خرج على الطريق خلاص لكن بالحمودة كان حار وفهم وخد اهم حاجه بالنسبه لنا احنا كملنا الماتش وهذه حاجه باهيه اللي نعطيها تنجم حاجه ضد المساج. المساج كان واضح قلتها تو حتى حكيتها ان لم تخاطر فرقه تكون رجل عاديه. معناتها العاديه ان شاء الله باش نطلع الكره من التالي بسوق السوره نص ساعه مش اللي يجي الناس كل خاف. احنا الحمد لله العاديه بتاعنا حتى بلاد صحيح كان سجل لنا بونت وكانت نجم كانت نجم ولي مشاكل لكن في نفس الوقت الثقه كانت موجوده لم يشكل حتى الكره الترانزيسيون ديفونسيف كانت رابي بس معناتها رجعنا في سحيس حتى ضيعنا الكره احنا ما اعتبرنا الكره هم جبرونا في الضغط بتاعهم لكن في نفس الوقت وصلنا وقعدنا في الثقه بتاعنا في تطلع الكره في فتره ما كنا فيه طلعنا البلوك وبدينا نمشي على الكره قبيله وبعد رجعنا هذه هي الكره ما زاد ما تجيش من ولوز قدر بالسير باش نتعرف لكن في نفس الوقت الثقه لازم تكون موجوده. يمكن صحيح ضيع كره كانت نجم تكون عند رودريجو كان ينجم يحطها لكن في نفس الوقت كان موجود في المكان المنافس مناسب عند هذه معناتها تو يتصلح 2005 راه الاولاد ما نزلوش عليه برشا معناتها ما تشوفوش وكاكا بدنا راه كبير معناتها مازال 2005 ومشاكله ودنيته اليوم يلقى راحه في الترجي التونسي يلعب قدام الجمهور كما هكا بالعكس بارك الله فيه على المجهود اللي يعمل فيه ومازال نشوف مازال يتصلح برشا معناتها عنده كاليتي كان عمره 18 سنه وهكا أنا في مبالغ تزيد عام عامين خدمة معانا في الأجواء هذه أكيد أكيد باش يكون أحسن من هكا برشا برشا. بالنسبة لرودريجو نعرفوا اللي في المكان هذايا بالذات عنده خصال أخرى معناتها إنسان يلعب في 16 متر سنتونت يعرف كيفاش يستغل الفرص. باهي بن حمودة اليوم زاد ريكيبيراب بالكبير معناتها رجع صراحة اليوم قلب جريه عمل فرصة
تألق جات فرصة أخرى. الحمد لله مفيد اللي المهاجمين بتاعنا قاعدين يلعبوا، هذا مهم جدا حتى كمان يكونش ساوى الهراخ اليوم. احنا حتى ساوى تخرج صحيح كنا نفكر في تغييره يمكن 10 دقائق 15 دقيقة في الشوط الثاني، لكن خرج في الشوط ما بين الشوطين ربحنا تغيير خلانا نفكر مليح الشوط الثاني شكون داخله. الحمد لله المفيد المهاجمين يكونوا حاضرين في أي ماتش، مش بالضرورة يسجلوا هم، لكن في نفس الوقت مهم جدا يكون فريق جيد داخل الملعب إن شاء الله. كوتش حكيت عن جمهور وعن جمهور يدري زود حضور الجماهير النجم جماهير الترجي. المباراة كانت فنية على الملعب والفوق زاد يدري عطيت أكثر حماس للمباراة وهذا يدري المطلوب ونحبوه. أكيد ما تحلاش كورة من غير جمهور وخاصة لجمهور الفريق حتى نعرف واللي أكيد في زوز فرق. هذا اليوم جمهورنا كان رائع بصراحة على جميع المستويات، في التشجيع في الوقت الصعيب كان حاضر، في الوقت اللي احتجناه كان حاضر، في الوقت اللي كنا احنا معناتها مسجلين تفاعلوا معاه معناتها رابحين تفاعلوا معاه اللاعبين. هذه اهم حاجه بالنسبه لي الثقه، والله العظيم هذه اهم حاجه هي الثقه المردود اللي يعمل فيه اللاعبين يخلي الجمهور بتاعنا يطمن. ما زلنا نتحسن اليوم المشاكل اللي صارت لنا في طلع الكوره لازم نزيد نخدموا اكثر، نزيد نحضروا اكثر، نزيد نلعبوا في الهيرا انتونسيون نحضروا كيفاش كان فريق اخر يضغط عليه. هذه امور مهم جدا ماناش باش نخرجوا من الثوب بتاعنا اللي هو الاسبيرونس في صنع اللعب. ماناش احنا فريق من اللاعبين بتاعنا تكنيك معناتها قويين برشا، ماناش نلعبوا عكس الناتور بتاعهم. هذا موجود في الترجي لازم يعرف يلعب سو بريسيون، وهذه اهم حاجه وهذه الكره الباهيه ان شاء الله في المستقبل نزيدوا نحسنوا ويتطور الفريق مره اخرى ان شاء الله. دانيال كيستيون كوتش في ميلان معتز صديق دخلتوا في الفريق لعب شفنا اليوم العبد المقابل في لاين تي افريكا بوزروميك العبد المقابل كده كنت نظرش وبعد في المقابل كتير في العبش ترى سيدات العبش معلش اليوم مختار كده حطوا في المقابل في ثمانية فريق شوف الراو شوف مجريات المقابل اللي تحكي احنا خلاص نمشي داخل الدرجة اللي معنا خلاص نمشي داخله معناتها شو اسمه بيلا الساحل بس غشة شفنا غشة تحرك شوية دي مرة والماتش احنا صدام صحيح لازم يكون حاضر يكون نعطوه وقت مش مثلك الماتش اللي فات ما تفهم خلينا نبدا التفكير مش ضروري يلعب اساس مرات لازم عندك جزء من البنك اليوم احنا ان شاء الله شويه ممكن نشوف كنا نجم نغير كان بلال الساعه بوجر بن حموده ويرجع رودريغيز يعني قوه هجوميه باهيه في التغيير مش نحطهم كل لو اليوم معناتها تشوف انت وسط الملعب بتاعنا تلقى في البنك غير صدام ودربالي معناتها تشوف البنك هو اللي يلعب وداخل زكريا ومازال غيلان ان شاء الله هم جاي في الطريق ومجانا ماروك كيف معناتها ماناش اكيد باش نختاره باذن الله ما نظلموا حد هذه مهم جدا لكن نجموا نغلط في اختيار لكن الحمد لله اللاعبيه ديما انا كناخذ نقول احنا معناتها اول التشكيله راني ديما نحكي راهم هذول العشره ولا الحداش اللي دخلوا راهم مش هم اللي كملوا الماتش راهم مش كملوا الماتش خمسه فريق معاهم راهو اقل شيء مش يخرجوا خمسه وهذه اهم حاجه على الاقل الخمسه اللي عندك يدخلوا يزيدوا لي ضغط ولكن مهم جدا في السوليداريتي دو جروب فهمت وتكونوا معناتها الناس كل تنجم تعطي لي ضغط. اخر سؤال ميرسي كوتش ميرسي.